السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lecture 4, the last lecture in flowers. دي lecture 4 في آخر جزء, آخر محاضرة في جزء الفلاور. نستكمل باقي الاكزامبل of flowers. هنبتدي بهنا في ال last lecture بالسانتونيكا اللي هي زهرة الشيح الخرساني أو الورم سيد. فاحنا لازم نبقى عارفين السينونيمز, يعني الاسم المرادف. لازم أبقى عارفة الاسم اللي هو سانتونيكا أو وورم سيد أو الشيح الخرساني. ممكن السؤال يجي لك بدل ما أقول سانتونيكا أقول وورم سيد. بوتانيكال أوريجين مهم جدا, لازم تبقى عارفه علشان بنسأل فيه في الأسئلة في الترو والفورس. The dried unexpanded flower heads of Artemisia cinna family Asteraceae. يبقى نعرف ان السانتونيكا is an example of family Asteraceae, و this flower must be collected unexpanded, يعني الفلاور هيد تبقى مقفولة closed. الجيوغرافيكال اوريجين من تركستان. الكي اليمنت سفيريكال فاينالي جرانولار بولين جرين. يبقى هنا نوع البولين جرين جراني سفيريكال جرانولار بولين جرين. احنا خدنا التريانجولار ان في الكلاف وادي السفيريكال جرانولار بولين جرينز, واساسا فاميلي استريسي من الكاركترز بتاعتها البولين جرينز از سبايني بولين جرينز. يبقى خدنا كام نوع بولين جرينز؟ ثلاث انواع. فلازم نبقى عارفين يو ماست نو ايتش تايب اوف بولين جرينز. كيميكال تيست از كاسلباخ تيست. يبقى تيست فور سانتونين از كاسلباخ تيست. زي ما بنقول لما بيبقى لما التيست له نيم فانا بحفظ الاند كولر. يبقى كاسلباخ تيست which is a specific test for santonin, the end color is carmine red color. A very important knowledge about santonica flower that the floret are all disc floret in the capitulum. احنا عارفين الكابيتولوم, as we know that the capitula contain disc floret and ray floret, but in case of santonica, in case في حالة السانتونيكا الكابيتولوم contain only all the florets are disc floret only. ده شكل الورم سيد او السانتونيكا, وادي السفيريكال جرانولار بولين جرينز. active constituents of santonica bitter principle عبارة عن sesquiterpene lactones. sesquiterpene lactones دول عبارة عن number is artemisin and santonin. احنا بنقول santonin جاية من كلمة santonica والارتميزين جاية من كلمة artemisia اللي كانت في البوتانيكال اوريجين. فلو انت لو ركزت في البوتانيكال اوريجين هتقدر تعرف تحفظ الاكتف constituents. السانتونين is photosensitive compound. So علشان كده هوت احنا ذكرنا we mentioned in the botanical origin that this flower must be collected unexpanded. Unexpanded why? ليه؟ علشان السانتونين اللي هو one of its active constituents is photosensitive compound. يبقى السانتونين when لو حصل expand الفلاور opened هيتحول اللي هو الاكتف, واليوزز بتاعت السانتونين اكتف انثلمنتك. يعني ايه اكتف انثلمنتك؟ يعني طارد للديدان. فلو حصل ان هو اتعرض للضوء وحصل هيحصل له inactivation هيتحول للكروموسانتونين which is in yellow color. يبقى كده هو ineffective as anthelmintic, يعني غير مؤثر او غير فعال انه يستخدم كطارد للديدان. So santonica is collected before expansion. تمام؟ يبقى santonica must be collected unexpanded flower او must be collected before expansion. Why? فين give reason. ايه هي الاجابة؟ Because santonin is photosensitive compound. It's an active anthelmintic but it change
when two chromosantonin, which is inactive compound, also contain a small percent of volatile oil. Another active constituent is the artemisinin, which is safely used as anti-malarial. يبقى السانتونين used as which is an active anthelmintic, هو active anthelmintic for roundworm. For roundworm نركز برضو في دي عشان احنا عندنا we have many types of worms, في انواع كتيرة من الديدان زي ما احنا شايفين thread worms, tap worms, لكن but سانتونين is effective against roundworm اللي هي الاسكارس. يبقى السانتونين is anthelmintic and artemisinin is used as anti-malarial. الكوشنز بالنسبة للدرج اللي هو extracted from Santonica, the dose must not exceed 50 milligram. ما اقدرش استخدم الدوز اكتر من 50 milligram. Why؟ هقول ده, لو هقول ده برضو سؤال give reason, because it cause toxicity which is disturbance of vision, يعني اختلال في الرؤية. يعني ايه disturbance of vision؟ يعني object first appear blue, تبتدي تشوف ال object blue, then change to yellow, then blurred vision, يعني زي زغللة, and end by blindness, يعني فقدان البصر. ال precaution الآخر اللي هو must not taken during pregnancy أو تمام, و not suitable for children under 12 years. هايبسكس فلاور او ريد سوريل اللي هي زهرة الكركديه, يبقى ده لازم ابقى عارفة برضو. You must know زهرة الكركديه, الكركديه هايبسكس فلاور or ريد سوريل. Here the botanical origin is very very important and you must know the dried calyx and epicalyx of hibiscus sabdariva family malvaceae. هنا كلمة epicalyx هنا مهم جدا البارت used, هنا البارت used في البوتانيكال اوريجن is the calyx and epicalyx, واحنا عارفين يعني ايه كلمة epicalyx من الانترودكشن. الكالر is crimson red and the other is characteristic aromatic. Part used is calyx and epicalyx. The taste is warm, slightly acidic and mucilaginous. يبقى افهم من هنا ان الاكتف constituents هتبقى contain mucilage. This is the structure of calyx and epicalyx. زي ما احنا شايفين ادي الكالكس, below the calyx found the epicalyx which is stipules and each two stipules fused to form the epicalyx. Powdered of hibiscus, يعني under microscope, ايه هو الكاركترستيك key element؟ Alembic hair, stellate hair, stellate cottony hair, and tortuous fiber. ألاحظ كمان إن في الرسم عندي فيه cells contain calcium oxalate. وطبعا الكالسيوم oxalate دي هنعرف في ال precautions في استخدام الهايبسكس مدى خطورة الكالسيوم أوكساليت. يبقى الكي إيليمنت عندي ألمبيك هير, ستيليت هير, ستيليت كوتوني هير, أند تورتيوس فايبر. دي لازم مهمة جدا تبقوا عارفين عشان تبقى موضع سؤال.
active constituents زي ما احنا شايفين اللون الكالر اوف هيبسكس او لون الكركديه بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى لونه ريد. اللون الريد ده دي صبغه كولد انسوسيانينز. الانسوسيانينز دي بقى اذا الاكتيف كونستيتوان انسوسيانينز كالرنج ماتر اللي هي الماده الملونه كولد هايبسيسين. والهايبسيسين دي this compound which is responsible to decrease the blood pressure ده المسؤول عن انه يعمل خفض لضغط الدم المرتفع. also contain high bisacetin اللي هو الفلافونويد, contain organic acid اللي هيبسكس acid, citric acid and malic acid. يبقى contain three organic acid. very important مهم جدا انك تبقى عارف انه contain mucilage of which type of mucilage, the pectose type of mucilage. also it contain tannin and vitamin C. uses it is used as blood alkalinizer. يعني ايه blood alkalinizer؟ يعني بيعمل decrease لل HCl في الاستومك. يعني لو ال HCl في الاستومك عالي تركيزه عالي او كميته زادت فهو يقدر يعمله alkalinization يعني يقلل نسبته. used as coloring matter for cough syrups and cosmetics. يعني في حالات الادوية الكحة والمستحضرات التجميل الجامز اللي هي المربات بيستخدموها ك safe coloring matter. used as hot drink for caffeine sensitive person. used as hypotensive drug يعني يعمل لي decrease في blood pressure ودي المفروض معلومة كلنا دي common knowledge. and normal person with normal blood pressure hibiscus do not affect these persons. يعني اللي عنده blood pressure ضغط الدم عادي ما هوش مرتفع فمش هيأثر في الهايبسكس. used as laxative and used in the treatment of obesity due to its mucilage content. يما اقول لك give reason hibiscus used in treatment of obesity اللي هو البدانة. ليه؟ why? due to its content of mucilage which is not digested by the enzymes and have anti-fertility activity. يعني له activity مضادة للعقم. chemical test for hibiscine. بعمل acidic solution. بعمل ازاي الacidic solution؟ how I make the acidic solution. the powder of hibiscus plus 1% HCl then filtered. this filtrate is the acidic solution of hibiscus or red sorrel or كركديه. ممكن one part on give green color on addition of ammonia and another part or another portion of the filtrate give black color in addition of ammonia in ferric chloride and another portion give blue color on addition of KOH potassium hydroxide. احنا قلنا as I said that the mucilage is pectose type so the reagent is for test for mucilage is the ruthenium red which give red color due to the mucilage which is pectose type. كل الكيميكال تيست هنا مهمة. في ملاحظة مهمة قوي نوتابينا هنا anthocyanins are pH dependent. زي ما قلنا الانثوسيانينز ديت عبارة عن coloring matter. لو ال pH بتاعت الفلاور بتاعتي alkaline طيب هيبقى البيتلز لونها بلو فهتشوف الفلاور بلو color. وممكن لو هي ال pH neutral فهيبقى هتبقى الفلاور لونها violet. واذا كانت ال pH acidic زي ال red sorrel عشان قلنا contain 3 organic acid فبالتالي هتبقى عشان كده لونه احمر. That's why they have the red color in presence of due to the presence of organic acid. يبقى أنا عارفة ليه الكركديه ليه الهايبسكس لونه red in color
or contain anthocyanins, which is give in red color due to the presence of organic acids. Contraindication, men slides which contain the powder or the characteristic key element. قلنا ان في بعض السلس contain calcium oxalate. هنا الكركديه contain high percent of calcium oxalate, and this calcium oxalate is dangerous, خطر للناس اللي هم عندهم مشاكل في الكيدنيز, which suffering from kidney disease as it contain high percent of calcium oxalate which precipitate in the kidney, تبتدي تترسب في صورة حصوات في الكيدني. يبقى ليه الهيبسكس is contraindicated for people suffering from kidney disease as this calcium oxalate precipitate in the kidney. ودي الحاجات الكي elements under microscope اللي هي non-glandular unicellular hair, alembic hair, tortuous fiber and stellate cottony hair. الصفرون اللي هو الزعفران, وهنا عايزين نقول ان الصفرون is very very expensive, غالي جدا, وهنشوف غالي ليه. ليه تمنه غالي؟ السينونيم ستيجما كروكاي او سبانيش صفرون. يبقى نقول صفرون او نقول سبانيش صفرون. بوتانيكال اوريجين, زي ما قلنا في حالة الكركديه البوتانيكال اوريجين بيبين للبارت يوزد, فعشان كده مهم جدا. هنا برضو في الصفرون هام جدا ان انا اعرف يو ماست نو ذا بوتانيكال اوريجين which indicate the part used of saffron. The dried stigma on top of the style of crocus sativus family iridaceae. This saffron must be dried on charcoal, يعني بقدر اجففه على الفحم. ليه؟ هنشوف. why؟ لان الصفرون contain the protocrocin on pyrolysis, يعني عندما بيحصل حرق البروتوكروسين ده بيديني مادتين, بيديني الكروسين which give yellow color in water and picrocrocin which is a colorless compound in water and responsible for the other antest. يبقى الكروسين ده بيديني لما بحطه في المية بيديني له color, والبيكروكروسين اللي هو colorless compound اللي هو المسؤول عن الأدر والتيست. This picrocrocin once subjected to steam distillation هيديني ايه؟ هيديني volatile oils ولا safranal plus glucose. In addition saffron contain flavonoids and fixed oil. chemical test saffron plus water هيديني yellow color due to the carotenoid pigments اللي هي لما بعد البايروليسيس بتديني الكروسين هو اللي بيديني yellow color. يبقى اول simple test اللي هو saffron plus water will give yellow color due to carotenoid. another example saffron plus 80% sulfuric acid هيديني blue color which change to violet then to wine red. It uses saffron used as a non-carcinogenic natural coloring matter, يعني as a safe natural coloring matter, يعني آمن من الحاجات الflowers أو من الnatural pigments. It is used as antispasmodic, immunogenic and flowering agent. But in large dose it is toxic and cause abortion. زي ما احنا شايفين هنا ادي كل each flower contain a 3 stigma, ثلاثة بس stigma on top of the style زي ما اللي هي ذكرت في البوتانيكال اوريجين. فعشان كده هو بيبقى تمنه غالي جدا لان الكمية عقبال ما بيجمعوها بتكون كمية قليلة, فعشان كده ده بيعلل غلو تمن الصفرون جدا.
ارتفاع تمن الصفرة and because the saffron is very expensive فأنا ده اللي بيعرض إن هو ممكن يتعرض للأدلتريشن للغش. إزاي؟ إحنا قلنا لو رجعنا للسلايد اللي فيها المذكور فيها الأكتف كونستيتونس هنقول إن أنا إن البيكروكروسين اللي هي الكالرس كومباوند which responsible for the color and other when subjected لو عملت لها steam distillation فأنا هاخد volatile oil اللي هو السفرانال و جلوكوز. فإذا أنا هنا بقى اسمه هنا إيه لما حصل له اتعرض للستيم ديستيلر بقى exhausted يعني صفرون خلاص اتاخد منه الأكتف كونستيتونس. إذا اللون اللي هي الصبغة الأساسا الكاروتينويد اللي هي على لون أورنج هتكون خلاص استنفذت. فيعمل إيه عشان يرجعه تاني للون؟ هيضيف له أنيلين داي. يبقى البروسيس ديت which is called recoloration يعني إعادة تلوين. يبقى إزاي بعمل adulteration؟ أول حاجة by دي recoloration يعني إعادة تلوين الإكزهوست الصفرون اللي أنا خلاص خدت منه الأكتف كونستيتونس بواسطة by the أنيلين داي. طب إزاي أعرفه إن هو اتغش بالأنيلين داي؟ إن أنا ببسيطة لما أخد شوية صفرون كده وأحطه هو التست المفروض في الووتر المفروض يديني يلو كولر هيديني هنا ريد كولر. تاني حاجة الفاكتشوس صفرون ممكن بيجيب الفلاور اللي هو الدقيق والدقيق ده بيبقى بيحتوي أساسا بيحتوي على إيه؟ على ستارش على نشا ويبتدي يشكل شكل الفلاور ده أو شكل إيه على شكل صفرون. يبقى a duff of flower is made into a shape of saffron تمام and dyed and dyed يعني يضيف له الأنيلين داي. طب إزاي أعمل له detection؟ إزاي أكشف الغش؟ اول حاجه الريد كولر ويز ووتر زي ما قلنا بناخد شويه كده نرميهم في الميه المفروض يديني يلو كولر هيديني ريد كولر ديو تو انيلين داي. سكند بيكوز ذا فاكتشوس سافرون كونسيست اوف فلاور يعني في دقيق يعني كونتين ستارش يبقى ات ويل جيف بلو كولر ويز ايودين. طب انا عايزه ازود وزنه فما ازود وزنه فانا بضيف له مينرال اويل اور سولت اوف جليسرين بضيف له مينرال اويل اور سولت اوف جليسرين. هاو كان اي ديتكت ذيس ادلتريشن؟ ان انا لو جبت شويه صفرون وعملت له بريس بتوين فلتر بيبر هيديني فيكسد ستين. اما اجي افتح الفلتر بيبر الاقي فيه علامه الزيت واضحه وده طبعا مهم هام جدا جدا انك تبقى عارف الادلتريشن اوف صفرون والفرق ما بينهم. طيب اذا انا حبيت اعمل adulteration by substitution يعني ايه adulteration by substitution؟ يعني بعمل بحط نوع instead of the genuine drug يعني بستبدل الدراج الاصلي بدراج تاني. هنا هو هيكون بالنسبة للصفرون هستبدل الصفرون بالكالنديولا. يبقى اذا الكالنديولا is called or known as the substituted saffron. بيبقى عبارة عن ايه الكالنديولا؟ عبارة عن كرولا of ray floret هناك كنا بنقول ايه the dried stigma and top of the style. لا مفيش الكلام ده مش زي الصفرون لا هنا بتبقى كرولا of ray floret يعني كل الفلاور بتاعتي contain ray floret. قلنا اذكركم في السانتونيكا all the capitulum contain disc floret لكن في حالة الكالنديولا كرولا of ray floret of calendula officinalis family composita. Another synonym for calendula is marigold يعني ممكن اسأل السؤال بكلمة marigold flower او calendula flower. calendula flower the botanical origin it is the dried ligulate corolla of the ray floret. يبقى اذا الكالنديولا عبارة عن ايه؟ ray floret of calendula officinalis family composita. the active constituents it contain calendine resin and the colored carotenoid pigments is calendulin. هناك كانت الكالر كاروتينويد بيجمنتس
كانت البيكروكروسين او سوري البروتوكروبين او البروتوكروسين، هنا اسمها الكالينجولين اند ترايتربينود سابونينز جلايكوسايد اللي هو كالينجولوسايد اي. اليوزس بستخدمها كاكسترنالي خارجيا او توبيكالي in the form of ointment or lotion for the treatment of wound minor يعني الجروح الخفيفة and bruises اللي هي الكدمات اللي هي لما مثلا يحصل ان انت تتخبط في اي حاجة فبتحصل كدمة يعني احتباس للدم تحت الجلد، فده بسميه effused blood. فهو هنا بيعمل promote the absorption of effused blood يعني يعالج الكدمات نتيجة البروسز. internally it is used for the gastrointestinal disorders as a stimulant يعني gastrointestinal stimulant and carminative يعني مطهر. تيليا او ليندين فلاورز اللي هو التيليو زي اللي بنشوفه في الصيدليات which sell as تي باجز اللي بتتباع زي تي باجز زي اليانسون والكركديه في الصيدلية. The origin is that it is a dried inflorescence with their attached brackets of Tilia species family Tiliaceae. The inflorescence is cymose ومن الانترودكشن احنا عرفنا الفرق بين السيموز والراسيموز. This flower must be dried in shade or this flower must not be dried in sun. ما اقدرش اجففها في الشمس. ليه؟ Why? Because the drug will lose its odor completely. هيفقد الأدر ريحته رائحته. يبقى ده دليل ان هو contain volatile oil يعني في زيوت طيارة هتتأثر بدرجة الحرارة لو حصل له drying أو sun drying. يبقى must not be dried أو must not be sun dried. يبقى must be dried in shade to protect its volatile oil. الactive constituents هقول الactive constituents مع اليوزس علشان ما ننساهمش. It is used as diaphoretic due to flavonoids and phenolic acid. يعني ايه كلمة what is the meaning of diaphoretic؟ لما بشرب اي حاجة سخنة فالحاجات السخنة بتعمل increase للسويت للعرق فده معنى كلمة diaphoretic. يبقى diaphoretic due to flavonoids and phenolic acids. Sedative in insomnia يعني in case of disturbance in sleep لما بيبقى في أرق due to the volatile oil farnesol and anodyne for irritable cough يعني sedative in case of irritable cough مهدئ للسعال due to mucilage. يبقى إذن each active constituent has its own uses كل active constituent له الاستخدام الخاص ليه فلازم أبقى عارفاهم كويس جدا. ادي الشكل اللي ظهرت التيليو او التيليا وادي السيموز انفلوريسنس. The last flower اخر flower هناخدها هي اللافندر زهرة اللافندر flower. The origin the dried flowers of Lavendula officinalis family Labieti or Lamiesi. The active constituents or the major active constituents is volatile oil linalyl acetate ester. The major active constituents is which or the lavender is rich in volatile oils linalyl acetate ester. Uses of lavender in cosmetics اللي هي مستحضرات التجميل and perfumery industries ممكن في العطور في العطور و mask the disagreeable odor of other drugs يعني ممكن لو في drugs تبقى لها disagreeable other فهي ممكن يعمل masking للother of these drugs. Treatment of flatulence لو في بعض الجازز في الانتستن لو in topically in the oil used for the treatment of rheumatoid pain بالمسج يعني بعمل مسج او rubbing للمكان اللي فيه ألم روماتيزمية يعني كدهان.
used as dust or spray for mites اللي هو الحشرات اللي زي النمل. And recently used in aromatherapy. Aromatherapy يعني مثلا اللي هو العلاج بالزيوت الطيارة اللي هو ممكن ان انا بحط ممكن في boiled water، ممكن استنشق البخار اللي بينتج، فممكن يبقى يعملي فازو دايلتيشن، يوسع الشعب او دهان زي ما قلنا للروماتويد بين. الكي إلمنت اوف باودر اوف لافندر مهم جدا جدا، نوع البولين جرينز اوف لافندر از هيكزاجونال بولين جرينز، also the powder of lavender contain branched non glandular hair and lebaceous hair. يبقى انا كده اهو وانا بذاكر لازم ابقى مراجع ان او انا براجع ان انا خدت اربع انواع من البولين جرينز: triangular pollen grains in club، spiny spherical pollen grains in family Astraceae، granular pollen grains in Santonica، then hexagonal pollen grains of lavender. بكده the all lectures of flowers are ended. We will begin the second part in pharmacognosy 1 الفروتس. هنبتدي الفروتس بعد انتهاء هذه المحاضرات. وشكرا.